حازت المشاريع شمال البصرة على النسبة الأكبر من المشاريع بعدد 124 مشروع بكلفة 647 مليار، ثم تأتي بعدها المركز بعدد مشاريع 52 مشروع وبكلفة 600 مليار، ثم جنوب البصرة بعدد مشاريع 74 مشروع وبكلفة 398 مليار، ثم شط العرب 29 مشروع وبكلفة 259 مليار، وهكذا. ثم أبرز القطاعات وأهمها قطاع الصحة، حصل على النسبة الأكبر من المشاريع وعدد الأعلى من المشاريع، يلي قطاع البلديات والبلدية باعتبار اليوم البنى التحتية هي مهمة بالنسبة لنا حقيقة، لذلك صار تركيز على هذه القطاعات المهمة، ثم الكهرباء والماء والأمن وكل القطاعات طبعا هي مهمة، لكن بنسب تدرج حسب من الأهم إلى المهم وهكذا. أكو مشاريع تم ترحيلها إلى قراءات أخرى مثلا من 381 مشروع؟ نعم، يوجد بعض المشاريع القليلة لا تتعدى 10 مشاريع تم قراءتها قراءة أولى ورحلت إلى الجلسة القادمة، لا تمثل نسبة عالية، لكن هذا باعتبار نظام الداخلي للمجلس يقول يجب أن تقرأ، وكذلك قانون مجالس المحافظات تقرأ الخطة قراءتين، فقراءة أولى قريناها باعتبار أكو مشاريع حولت الآن نقلت تم مناقلتها لنعتبرها مهمة بالنسبة لنا بالمجلس، فلذلك حولت على الجلسة القادمة إن شاء الله تعالى، لكن معظم المشاريع هي تم المصادقة عليها اليوم وستكون إن شاء الله في القريب العاجل بعد أن ترسل الخطة إلى المحافظة، بعدها ترسل إلى مجلس إلى وزارة التخطيط وزارة المالية من أجل توفير التمويل إلها، ثم تبدأ المشاريع بواقع الحال بالتنفيذ في المحافظة إن شاء الله يعني تعالى. حسب علمك إيش قد تأخذ وقت حتى تبدأ المباشرة يعني بعد التخطيط والوزارة المالية؟ طبعا يعني ربما بشهر العاشر، يعني ما نقدر نقول فالشيء محدد، يعني محتمل، يعني إحنا المشاريع انتهت عندنا كخطة، يعني محتمل الخميس نكملها ترسل إلى المحافظة، محافظة أيضا ما راح تحتاج وقت طويل لإرسالها إلى وزارة التخطيط، بعد تبدأ إجراءات وزارة التخطيط وزارة المالية أيضا بالتدقيق، لازم تدقق المشاريع، تدقق الكشوفات مالت المشاريع الخاصة بها، ثم وزارة المالية تخصص التمويل، بعدها إن شاء الله تبدي المشاريع بالانطلاق بالمحافظة. إحنا فقط للمعلومة للمتلقي، المشاريع العامة اللي ذكرت في القراءات الأولى هي كانت 859 مشروع، كانت هاي كانت 859 مجمل المشاريع، يعني المرشح والمؤجلة. يعني تعرف أنت اليوم ما ممكن استيعاب كل المشاريع، إذا استوعبنا كل المشاريع راح نحتاج إلى 6 تريليون. والقيمة المرصودة تقريبا هي القيمة المرصودة أن هاي السنة هي 852 مليار. احنا شنو سوينا؟ سوينا خطة ب 2 تريليون و 800 مليار تقريبا، قسمناها الى خطه قصيره ومتوسطه وطويله الاجل، يعني هاي احنا نعرف انه السنه ما راح تكفي من اجل طبعا انجاز كل المشاريع، باعتبار انه يعني الخطه تاخرت من الحكومه المركزيه ان تاتي الينا، لكن اليوم احنا مع الحكومه المحليه في محافظه البصره صار اكو خطه قصيره ومتوسطه وطويله الاجل راح تنفذ المشاريع حسب الاسبقيه والاهميه وورود التخصيصات الماليه من وزاره الماليه. ستضاف لنا اموال، اولا اموال احنا نطلب المركز، يعني هاي ديون للمحافظه، ثانيا اكو عندنا البترودولار، عندنا المنافذ، عندنا الفرق باسعار النفط، كل هذه ايرادات ممكن انه نتحصل عليها انه ندعم مشاريعنا الاخرى. يعني المبلغ توصل 2 تريليون اي طبعا اكيد ان شاء الله تعالى. لكن المبالغ المرصوده الى مجمل المشاريع 381 مشروع تقريبا 381 هي 2 تريليون و800 مليار هاي المرصوده؟ نعم، لكن على ارض الواقع ما متوفر هذا. اي طبعا احنا هاي خطه نعم. أنا أخلي خطة اليوم وزارة المالية مثل ما قلت لك خصصت لمحافظة البصرة 852 مليار كخطة، هي خصصت هذا التخصيص، لكن إحنا نأمل أن تجينا تخصيصات أكثر تغطي باقي المبلغ حتى نقدر أنه ننجز مشاريعنا، المشاريعنا طموحة من أجل البنى التحتية مثل ما قلنا بالبداية، لذلك إحنا ناخذ فرشة واسعة من المشاريع ثم حتى يكون إمكاننا يكون عندنا مرونة بالعمل بها. شكرا جزيلا دكتور. شكرا لك. Thank you.